نشرة الشرق الجزائري الأسبوعية من قناة الجزائر عنوان مشاهدين أهلا بكم، ونستهل نشرتنا بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اصطيف إدانة شخصين مترشحين لشهادة البكالوريا، وبميلا حريق مهول يأتي على الأخضر واليابس ببلدية منار زرزة، وشباب برج منايل يفوز على شباب جيجل ويضمن تأهل للقسم الثاني، وتوقع إنتاج أزيد من 30 قنطارا من القمح بولاية جيجل. أهلا بكم في التفاصيل. بسكيكدا الساحة الإعلامية تفقد الصحفي رابح أوجاني. فقدت الأسرة الإعلامية بولاية سكيكدا أمس أحد أعمدتها رابح أوجاني عن عمر ناهز 60 سنة بعد مرض عضال. الفقيد بدأ ممارسة مهنة المتاعب خلال الثمانينات حين كان مراسلا لجريدة الهدف باللغة الفرنسية. الفقيد يعد من بين الذين قدموا الكثير للمواطن سكيكدي خاصة الفئة المهمشة، فرحم الله الفقيد وأسكنه فسح جنته. وبنفس الولاية وفاة طالب جامعي غرقا في شاطئ العربي بن مهيدي. بولاية سكيكدا ينحدر الغريق سين ألف من باريكا ولاية باتنا، وقد كان في رحلة جامعية نظمها تنظيم طلابي إلى ولاية سكيكدا، في حين تم إنقاذ 3 طلاب آخرين من الغرق لكنهم في حالة خطرة. الطلاب يمثلون الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. ومن جيجل توقع إنتاج أزيد من 30,000 قنطار من الحبوب. تتوقع المصالح الفلاحية بجيجل إنتاج أزيد من 30,000 قنطار من الحبوب على مستوى الولاية هذا الموسم بعد ارتفاع المساحة المزروعة إلى 1,231 هكتار. وكشفت ذات المصالح أول أمس على هامش إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد الدرس بالمستثمرة الفلاحية ببوزيان ببلدية السطارة والتي أشرف عليها والي الولاية. في الرياضة، شباب برج منايل يفوز على شباب جيجل في لقاء فاصل لكرة القدم. فاز شباب برج منايل على شباب جيجل بركلات الترجيح في مباراة نهائية لكرة القدم، وبذلك ضمن العودة للقسم الثاني بعد غياب طويل. وفي صيف، الأسعار المغرية تهدد صحة المواطن. انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الذبح العشوائي للماشية والدواجن عبر العديد من الأسواق اليومية والأسبوعية بولاية سطيف دون التزام أصحابها بالشروط الصحية، مشكلة خطرا على صحة المواطنين الوافدين على هذه الأسواق التي تشهد إقبالا كبيرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالقصابات دون درايتهم بالإنعكاسات والعواقب المترتبة عنها، حسب ما أكده الأطباء والبياطرة. في خبر آخر، عام حبسا ل3 أشخاص في قضية نشر أسئلة وأجوبة البكالوريا. أدانت محكمة عين والمان بمجلس قضاء سطيف 3 أشخاص بالحبس النافذة لمدة 1 سنة في قضية نشر أسئلة وأجوبة امتحان شهادة البكالوريا الخاصة بدورة جوان 2021. وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة عين والمان لوكالة الأنباء الجزائرية بأن المعنيين شين ألف كاف ها وسين ألف قد أدينوا بعام حبسا نافذا إضافة إلى غرامة مالية نافذة. وفي الرياضة، أمن ولاية سطيف يتوج بكأس الجزائر للشرطة على حساب أمن ولاية عين تيموشنت. قال رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم أدوار أنه يتقدم بالشكر الخالص للمديرية العامة للأمن الوطني والتي تدعو دائما إلى هكذا مناسبات. وقد توج بكأس الجزائر للشرطة فريق أمن سطيف الممثل للأمن الوطني للشرق الجزائري. وبولاية ميلا ضبط أستاذة حارسة تقوم بتصوير الأسئلة. تم ضبط أستاذة حارسة بمركز امتحان في شلغوم العيد بميلا في حالة تلبس وهي تقوم بتصوير أسئلة مادة الرياضيات بهاتفها قبل الشروع في الامتحان بغرض الغش والمساعدة على الغش. الأستاذة الحارسة وهي تدرس بمؤسسة ببلدية وادي العثمانية تم توقيفها على الفور عن مهامها كحارسة في انتظار إحالتها على المجلس التأديبي وكذا ملفها على العدالة.
اعترف المسؤولون المركزيون والمحليون أن جنوب ولاية خنجلة يعد الرئة التي تتنفس منها الولاية مستقبلا في الانتاج الفلاحي لمختلف الشعب، خاصة في الحبوب بأنواعها، إذا ما تم التوسع والاهتمام وتوفير الإمكانات اللازمة، بحكم أن شمال الولاية أصبح دون مردود لاعتماد الفلاحين على مياه الأمطار في انتظار دخول السقي انطلاقا من بعض السدود والحواجز المائية بسبب الجفاف الذي يضرب المنطقة، وصنفت منكوبة خلال الموسم الفلاحي الجاري بنسبة 60%. وببلدية منار زارزة بولاية ميلا، حريق مهول يأتي على الأخضر واليابس ببلدية منار زارزة بولاية ميلا ويحصد الكثير من أشجار الزيتون وكذلك أشجار التفاح والإجاص. ومن هنا نأتي وإياكم مشاهدينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.